دكتور ممكن حضرتك تكلمنا عن تشوهات الأنف التجميلية والوظيفية وانحراف الحاجز الأنفي؟ الاثنين مرتبطين ببعض. احنا عندنا عملية اسمها سيبترينوبلاستي، سيبتو اللي هو الحاجز الأنفي، رينوبلاستي وتجميل أنف، فالاثنين مرتبطين ببعض جدا. انحرافات الحاجز الأنفي ممكن ما تكونش مصحوبة بتشوه خارجي، لكن انحراف الحاجز الأنفي انحراف أو تشوه العظم الخارجي غالبا ما يبقى مصحوب بتشوه أو انحراف في الحاجز الأنفي، فيفضل ان احنا نعملهم سوا. طبعا هي عمليات تريننج وعلم واكسبيرينس، والحاجز الأنفي ده هو روح الأنف. في جمل كده مشهور عليه قوي، از سيستم جوز وجوز نوز، يعني اين يروح الحاجز الانفي اتجاه الانف بتروح معاه. فمهم جدا يبقى عندنا خبره كويسه جدا في اصلاح انحرافات الحاجز الانفي. لو اضفنا ليها مهاره انك انت تصلح تشوهات الانف، ده يبقى حاجه لطيفه جدا. شكرا جدا لحضرتك كده.